عطني صباحك وخذ الوقت كله ما في غيرك يجعل الويه ضاحك يلي سكنت القلب واصبحت خله اسعد صباحي اسعد الله صباحك اسعد الله صباحكم بكل خير وفرح وسرور واناسه يلي نورتوا السناب من اول ما استوى لين اليوم اللي لو ما انتوا ما استمريت ولو ما بنتوا ما ابدعت ولا سرت ولا جيت. يا الله يحفظكم صغير حافظ صغيركم وكبيركم القاصي والداني اللي في شرق الأرض واللي في مغربها. يا الله ييسر أموركم ويسعد صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور من قاهرة المعز من مصر الحبيبة من أرض الطرب أرض الكنانة أرض الأناسة أرض الخير أرض الفرح أرض المهرجانات والفرح والسرور أرض الناس الطيبة المتواضعة الفنانة إحياء طلال مداح غنى صبح صباح الخير من غير ما يتكلم ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم أنا الغريم في هواك يا زينة ما ترحم ما أدش قال بعد منك عذبتني في جفاك ما أتذكر عاد شو الباجي. المهم منو ما يغني من صباح الخير الناس تذكر الله وتهلل وتكبر وعقب أبوي كلم فيه هو أهم شيء تذكر ربك الصبح وتصلي وتعين من الله خير وبغيت تكمل رقادك بغيت تغني بغيت تحدث بغيت تنجز بغيت تشتغل على هواك. هي أنا وحد من العرب من يصبحون لين يمسون حد من العرب يا رب يقولون ما لا يصنعون في التلفون تحرام ولا مدي تحرام ولا حسن ومنك يا أبوك براء اليورم منك حين أنت موجود ترك على الطبيعة في نص العالم موجود أنت في نص الواد موجود على الأرض أكيد عجبي كل العجب عجبي كل العجب من اللي من يصبح لين يمسي قدام الوادن بوي ورا الوادن بوي. الحين أنت حين ما بعايش في قمع روحك ويالس يعني ما حد يدريبك مسكر على عمرك الباب ترى حين تبيورك ومنكرك في السير والقهاوي والمقاهي وفي الطيائير والسفرات والسيرات والياليات كاشوفي عين شوفي وفي التليفون من تظهر في السناب تغدي شخصية أخرى. ليش هذا كله اللي ما يخاف من الله ما يخاف من عبيده. انت حين انسان اليورو المنكر هذا برا السناب وداخل السناب مستوي انت الحمل الوديع انا ما ادري هذا شخصيتين يعني متناقضات ما يتفقن على درب واحد. سبحانك يا رب. شفت الادمي اللي يضحك على الوادم او يطنز بهم او يستخف بعقول الناس يعني يستخف لذلك تلقط ويوهم هايل ويوهن عسره ويوهن عسر وربعهم. سبحان الله إن القرين مناسب لقرينه تلقط اللي وياهم كلهم من نفس الفصيل إن كان الحريم ولا ريايل هذيل الوادم الجنبازية اللي هالكلكتية اللي حاطين عمارهم ما حد أخير عنهم وما حد أسوى عنهم وهم الناصحين وهذا عيب وهذا يور وهذا البارحة صرتوا حفلة هي صرنا حفلة كل العرب تصير حفلات صار حضره وحفلات أم كلثوم حضره وحفلات الرزيف وحضره وحفلات المالد وحضره الذكر وحضره والموالد وحضره والزيارين وحضره والطنبوره وحضره وابويه المسندو والدان وحضره كل شيء في الدنيا العود الناس تصير تطالع زهاب بكبره زهاب هاي الحين يظهرون يحطون الشوت المتنكس في الطرب ازهاب امك يوم عرست ازهابها ما انشل اللبليوة ودان امك بكبرها يوم عرست تخبر امك التحينة قولها مايا يوم عرستي شو شالين ازهابك بكبات بنشورها نتحوط بزهاب امك من كان الفرجان اللي كان ما هذا اللي غير حاطه بيتين ثلاثة ولا فريج فريجين أما أخص هاي اللي حين ينقدون على العرب أما هاتم بوحاطة زهبتهم بأربع خمس نمونات من الغي والطرب حاطة والدنيا كلها حتى لين آخر الدنيا وصلوا زهاب أما هاتم وحين هذا كخ وهذا تف وهذا عيب وهذا يستوي وهذا ما يستوي. ليش عليكم غفور الرحيم على الناس شديد العقاب
كجا مرحبا خير إن شاء الله. عرب أبوي كلها تطراب والناس أبوي تسير، واللي ما يبي يجلس في بيته، واللي يحيد الحساب هذا فيه طرب وفيه رقيص وهذا وما بيايز اللي لا تتابع أبوي الحساب هذا، والله بناتنا يتابعنها وخواتنا يتابعنها ولا خواتنا يتابعنا وبناتنا قول حق خواتك وقول حق بناتك لا يدخلن الحساب هذا. أما أنك أنت بتخلي الفلان هذا ما يصور شيء الفلاني ولا كان الطرب فقيرة صورت طرب، صورت أناس، صورت رقيص، شو اليور منكر في هذا؟ شو المنكر؟ هل يا قانون لحد يرقص ولا حد يغني ولا حد يرقص؟ الناس كلها ترقص وتغني وتنطرب ويصورونها ويصورون الناس، يظهر الرقص في التلفزيون، يرقص يظهر الرقص الشرقي، في معاهد لتعليم الرقص وفيه شو هذا؟ شو هذا؟ أنا مستعد من اللوات والله يا اليور المعدي يا أبوي، ما حد العالم هاي أي مصر الفنادق مزرة لعينها ما بيعين، هي فنادق حلم مزرة مصر يعين أبوي حل الطرب، وشي أول ناس منهم يعين للأزهر، وناس يعين منهم للبزنس، وناس منهم يعين للأناس، وناس منهم يعين حق كل شيء الناس تصير. وانتي أنا ما أدري يعني هل البارح جبتوا العالم أمة لا إله إلا الله يعني كل هاي الغلط وانت الصح يعني؟ هذا المسارح والملاهي والدور العرض السينمات والمسارح هذا كله موجود من استوى الدنيا. غنت صباح وغنت فيروز وحضروا لهم الحفلات، غنى ابو نوره وغنى حياة طلال وعباد الجوهر وما والجسمي وشيخه الفنانات المطربات مطربتنا الاولى احلام، يوم تغني احلام شو يستوي؟ تري في الدنيا رياض ترتي حتى ليدرات اليدرات ترتي يوم تغني أحلام، شو تحت تتصافق اليدرات من الطرب والأناسة، شو السالفة؟ أنا ما أدري. أبوي ما أحب الطرب ولا أحب ما أحب الأناسة ولا أحب ما أحب الغي والرقيص كله موجود، واللي ما يبه يظهر للوادم واللي ما يبه الناس تشوفه وهذا يجلس أبوي في بيته ويسكر على عمره، واللي ما يبه يظهر في الشاشات وعندك دونك يدس عمره لا يظهر قدام اللوادم، وما بيشوف حد ولا حد بيشوفه ولا بيصور حد ولا حد بيصوره. هم مستعيب من اللوادم والله كل يور هذا، لا 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 بيور ولا شيات من استوت الدنيا. الناس تحب الطرب وتحب السير واليي، ولا في حد اللي ما يحب الطرب ترى يارس مكانه، شي تصير تسوي عند اللي هل بالطرب يلس مكانك انت يلس. الله يبكم وحدته، وانا شفت لي ريجي ما ادري من اي بلاد، أنا شو اللي خلاني أرد عليها؟ يعني يلسة تأخذ وتعطي معاي في الكلام، تأخذ وتعطي معاي. شو مودنك ريال طويل عريض ساير تسهر؟ قلت هسير أسهر، ما بمليوم أسهر يوم الدنيا أسهر يوم الحصة، يوم الحصة رطب، يوم الحصة لين أنا أسهر، يوم الناس بعدها ما تعرف السهر، هاي الدنيا معرعر الدنيا هاي كلها، ما خليت بقع ما سهرت فيها أسهر. ما صرت أتسهر الحين بي من 20 سنة 25 سنة ما تفيكت ما ظهرت ما صرت ما يجيني رقاد الساعة 12 والناس تسهر أبوي من عقب الساعة 2:00 و3:00 البارحة يتني الجرأة وصرت وسهرت وعيبني، ما بتحسف على فكرة يعني أني سهرت البارحة ما بتحسف، لكن كان في خاطري إن موضي تبطي يعني بدأ ما تغني ساعة لو غنت 3 ساعات حرام أقول لكم غنت ساعة لكنها كأنها 3 دقائق هاي الساعة. بسطنا كل العالم ما أدري كم من 1000 آدمي كلهم يعزم ينقزون على كراع، واللي ما بيعزل الـ2 3 تراهم ياسين في شقيقهم وسايرين، اللي بيصير الفيوم اللي بيصير الترعة واللي بيركب لها ما شوى بيلالي داخل النهر ها يصبحوا يلالون براي، ما حد يقولهم، ما حد قال لك انت لا تلالي في البحر ولا حد قال لك ابوي لا تجلس تشختر، شختر وين تبى؟ وخل ابوي القرعة ترعى، كلن عليه بنفسه، كلن بعقله راضي، كلن بعقله راضي وما حد يخصه في حد، ما حد ما ظهر قانون ليوم بتسافرون لا تسهرون، ما ظهر قانون ليوم بتسيرون لا ت... لا ت... لا ت... لا, ت... لا تاكلون في المطعم الفلاني ولا لا تسيرون بقعة الفلانية. الناس كلها السهر في بلادنا وبلاد غيرنا في كل مكان السهر والغي والأناسة، اللي بقى هذا يدل دربة واللي بقى هذاك يدل دربة، مفتحه الدنيا والناس مبسوطة ومعينة من الله خير، واللي ما يبقى يقر في مكانه. اشرح على اللي بي عند باب بيتك بيعزر عليك تعال سر وياي
الملهى الفلاني ولا الغيل الفلاني ولا الحفل الفلاني، حضروا لأم كلثوم، حضروا الورد، وحضروا الناس كل، وقسما بالله العظيم والله يعني حاضر الحفلة أم كلثوم. أنا عمري يمكن 7 سنين، 7 سنين في أبوظبي في نادي أول عنده بين بارهوز والمنطقة هاي شوي نادي الوحدة الحين، والنادي الوحدة هناك شيء شرات المسرح وهو ما بمسرح، أم كلثوم مغني والناس كلها حاضرة، العالم كلها حاضرة. إني أنا حاضر يمكن عمري 7 سنين صاير مرافق، ما صرت أنا بعد كدور طلب ما أعرف هكذا، لكن صرت مرافق، كنت عمري 7 سنين وصاير مرافق. يعني ما أدري كيف يعني أسير ويا أنا ما بالبارح واليوم ما خليت بقعة. الله أنت سنك ما يسمح، ليش كم سني أنا؟ 160، 160 عمري 60 سنة. حسي بدأ تو الناس أبوي، تو الناس حيبة وأكسر الداس وعصيدة وأكسر الملاس، تو الهوى بادي في راسي أبوي حبن بعد ما انطحن، يعيبني الطراب وحب الأناس، مثل ما قلت لكم حيبة وأكسر الداس وعصيدة وأكسر الملاس، أني أجلس وأسكر على عمري وأجلس. أنا أصلي وأصوم وأتصدق وحج وأعتمر وأفعل الخير، لكن أنا من النوع اللي ما أجلس قدام اللوادم أصبح الصف قولوا لا إله إلا، كل الناس قال لا إله إلا الله قبلي أنا وقبل عصوري، ذكر الناس يقول ليش أنا أذكرهم؟ تلفزيونات تذكر، الحكومات تذكر، المسجات تذكر، المسايد تذكر، الشيوخ المطاوع هم اللي يذكرون، المشايخ الدين هم اللي يذكرون. حب انا اذكر انا كجا مرحبا خير ان شاء الله. انا منو هو ظنك انت تكون قدوه؟ لا ابوي انا لا بقدوه، والله قال انا ابوي فنان واحب الاناس، اصلي واصوم واصدق وخايف من الله وحاج بيت الله واعتمر ومرضي والدي ورحمه الله عليهم، لا تغثيت حد ولا تضريت حد ولا تدقيت باب حد. أنا أبوي أحب الطرب عند العرب، أحب الأناس وأرمس من راس خالي ما يبالي وأدق الهيل وأغني الليل ومثل ما قلت لكم عصيدة وأكسر الملاس وحيبة وأكسر الداس، بتم هالنمونة لين الله ياخذ أمانته. عيل أنا ما بجلس أقفل على عمري الباب وبجلس متعقد، عمرك 60 أنت قدوة، أنا لا بقدوة ولا الله قال قدوة، لا بحق شو قدوة خير إن شاء الله. أنا منو شو أبكو لا بغدوة ولا شيء، أنا أبوي فنان أحب الضحك والسوالف وأخاف من الله وأسوالف وعندك ودونك في كل أمور الدنيا، أنا عايش في الدنيا فأنا ملم بأمور الدنيا، أنا مش غبي وأنا إنسان رماس من استوة الدنيا، رماس رماس أرمس من الطير الطيارة مطار أبوظبي لين توصل الطيارة هيثرو، ما سكر ثمين لوادم ترقد وأنا من كرسي لين كرسي من الكرسي ما دي العرب ودأ، حتى اللي ما يبي يرمس اوعي اقول لكم برمسك قصب زور، ارمس من الذكور ومن الاناث، من الله خلقني انا رماس، ما اعيا زمن الرمس واحب السوالف واحب الطرب احب اقرا القران واقرا الحديث واموري طيبه والحمد لله كافي خير شر. لا انت قدوه انت، لا انا لا بغدوه ولا شيات، اللي يدور قدوه يصير عند غيري، انا ما بغدوه، انا ما في ابوي من اصبح الصبح افتح سناب اذكر الله ما علي اذكر الله، انا ذاكر انها الله الحمد لله رب العالمين، انا ذاكر الله لك ما بلازم انا اذكر الله، اي اسم الصبح اطرب في التليفون احدث الحديث لهناسه النصيحه لهناسه، مهندس لمجاله والدكتور لمجاله والمطوع لمجاله والمتحدث لمجاله والمقرئ لمجاله، ها كل الناس ابوي عندهم قنوات وعندهم اماكن، انا ابوي غير، انا ابوي انسان حي واحب الحياه واحب الضحك والسوالف واكل واشرب، ومثل ما قال قالوا الاوليين ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات ماك، اسمع اشهد يا برج القاهره، اشهد يا برج القاهره، ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات. قبل ما سكر ترى اللي موجودين الحين هناك ما بقول لك كلهم شباب وشابات، اكثر 75% من الموجودين 75% كلهم شواب وعيايز، شيء منهم كراسيهن وقسما بالله العظيم يا حريم بكراسيهن بكراسيهن ويلتشير ساراتي حاضرن، وشيء اماكن هني في مصر تفتح متى؟ تفتح الساعة 6 الصبح لين الساعة 11، هذا خاصات لمنو؟ لكبار السن،
دق الطيران ترنح الطيران صقال الطيران لين يقول الله أكبر الظهر. كلهن حريم كبار وكلهن بالخليجي حضرن، كلهن خليجيات يحضرن في ملاهي ويصيرن يستانسن ويطمشن ويردن وياهم بشكاراتن وياهم بناتن وعيال يصيرون يحضرون. الواد ما يجت العمر اللي يبقى اللي ما يبقى وما حد دق على يديه ويقولهم تعالوا. وهالأماكن فاتح من عشرات السنين، فيها القهوة وفيها الشاهي ويحطوا لهن الحب ويسمعن ابوي الطرب يغنن حريم ويغنوا الريايل وصقال الطار ما لحد كل يوم من مئات السنين. والناس تي من شرق وغرب، انت ما تدرين شيء اخر، انت ما تدري شيء اخر، لكن الناس كلها تسير وتي ويضحكون يسولفون يصورون يتمسخرون وكل شيء يسوون يستانسون، الناس تنبسط في اماكن خاصه. بعد اقولكم بس حق منو؟ حق هاي اللي سنهم فوق الستين والسبعين، يجلسن ابوي بكراسي هنا وثم وياهم بشكارات ودريوليتهم وحد ويا بنيات وحد ويا حريم عياله يصيرون يقصرون دوب ويا عمات ويا خالات ويتيام عن بالعشر وعشرين حرمه ويجي من الدار لين ديره يعبرن من دار لين ديره وينبسطن عندهن الشقيق الملك وعندهن الفلل وعندهن الخير كله. وهذا ابوي فيهن طرب وفيهن أناس يبن الضحج يبن السوالف ويبن الأناس يستانسن في مصر وغير مصر. وهذا الشيء ابوي هذا في البشر ما في الشير، الطراب والأناس هذاك ابوي والروح تبل عرق الأرواح إلا الميدوم يعزلونه، الروح تبع عرق الأرواح إلا الميدوم يعزلونه، هكلي في دام يعزلون روحه ولا الإنسان الحي بالحيين الحي بالحيين. وكل نبوي كل طير يغني بلغوة، والعيمة تعرف أبوي لغو ولدها، العيمة تعرف لغو ولدها، تعرف ولدها شي يقول علما بأنها عيمة. دراني شهدت يا البري القاهرة، شهدت اليوم على الكلام هذا كله، اشهد يا البري اشهد. يوم راشد صباح الخير، صباح الورد والنور والنرجس، يا بسم الله. صباح الخير ابو راشد. والله يا ابو محمد جود مورنينج حبيبي اهلين، حي هالويه الصبوحي الله. والله اللي مرحبا ابو راشد، مرحبا ابو محمد، هلا بك هلا هلا وغلا. هذا اللي غنوا عليه ابوي غزي المفلف دبي لاقاني، هاك اليوم عاد ساير من عمان ووصل ابوي دبي وشافه الشاعر وقال غزي المفله في دبي لاقاني. هي لكن هات الساحه كل ايام شيء قدله عند الله علينا، كان مشط القدله سلمت وحياني، لكن اليوم هاكو ها اليبهه ما شاء الله 70%. يا مرحبا يا ربي ما زيم وجهك من الصبح ما شاء الله عليك. بسم الله علي الرحمن الرحيم تبارك الرحمن. الله عاد ابو راشد يلا قم قم، بيون عرب من اهل السعوديه قال لي بيونا الساعة انتهي محين الساعة واحدة قم بوي. مرحبا كلهم هذا خالد للنوم. قم 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 ودر عنك، قم الواد ما جايين مخصوص علشانك وابوي وخلى ابوي طيب. زين يسد البارحة وعدناهم بنسير لهم عازمين على قهوة في الماريوت واخلفنا الموعد وكل من كنت يلا ما عليك يلا عاد بتنشلوا بعك بعد شوية. ليش يا ابو راشد؟ لازم اتباعص. لازم شو التباعيصه بعد؟ كذا ماشي الدو وحدي كذا. ايه تتمتح يعني؟ ايه اتمتح. انت هاي عينك اليسرى ما تبين تراها. ملحفه ليش؟ خبزنا عنها الحاف. يا سلام يا سلام. اسمك يا موضه انك خدمتني خدمه كان دعيتني لين الصبح. نعم. هذا طالت عماركم ابو راشد جالس يلايم ما شاء الله عليه. لايم انا ما بفول. ها؟ ما منو اللي كان يتول في الفول هذا والبيض والدنيا هذه كلها؟ المهم عليك بالعافيه. نحن طالت عماركم الحين بنلجم الدله. وهذه دلتنا جدرنا تلاياها، ودي يقولون انو بتسوون دله هالمتم وانتم نفرين. هين عن احنا بيقولون نفرين، نحن انا استهلك في الهواء وايد. احط ابوي فنيال، ها خاشوقه قناد. الزعفران ها على ما تشوف نعيم وزاهر. زعفران انا اكثر احب الزعفران زياده، انا احب الزعفران واللي ما يحب الزعفران
عليها الرب حافظ. زين، والمسمار ها 4 فصوص ولو 5 ولو 3 ما كثر. زين، هذا اولا. اما عاد الماء فهادو ها فاح في الغوري، فاح من يفوح الماء. ما حط الماء يوم يطبخ القهوه، لا، من يفوح الماء حطيت القهوه وحط لك عماركم فنيالين مسموتات لين عينهم يا هشات، ما بمعومات يا هشات، واحط يعني ساعات فنيالين وربع. واحب القهوه انا الغليظه، ما احب القهوه المصلله، لا، احب القهوه الغليظه. والزعفران والقناد انا ما اطبخه، احطه في قاعه الدله والمسمار وبس، وتريا ذين تطبخ ابوي القهوه وتريا. وعقب اسير ابوي من الزم الاولي والثاني متقمش، طفيت عنها وزليت ابوي على المكونات. ليش ما اطبخ القناد والزعفران والمسمار؟ ما اطبخ لان تصير قيمته الغذائيه والعطريه، اي شيء فيه ريحه عطريه تصير في الضوء. ما شو الحلوه حينه يحطون فيها الزعفران، يحطون القناد، ويحطون اطاله عماركم الورد، لكن متى؟ في اخر مرحله، اخر شيء حطوه وسكروا عنه. شو السب عسب؟ التمريحته شو الفايده؟ شو القهوه تطبخ، بس يخلونها الزم الاولي والثاني على ما تشوفون. ايوه عين 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 عين، الحمد لله رب العالمين. شوفوا تصير الجلب الاولي والثاني والثالثه، هاي الرابعه عادها تلايا وخلاص، ترياها لين تصير وتركد. شو التقميشه هذه؟ هي علامه شو؟ انضوي القهوه. خلاص الحين القهوه ناضي رقم واحد، ترياها لين تركد في الغوري ونصير خلاص ونزلها وانت قهوه منها. متى؟ عقب ما تصفو، ركلت مره ثانيه في الدله ابتدينا تفنيل. وعلينا وعليكم بالعافيه. هذا فنيالي انا. ولهين؟ هذا فنيالك الجديد. ياسين تفنيل، فنيال سائل، قهوه ثرها مزينه. قهوه شيل فنيالك. ثرها قهوه مزينه. ولازم توخذ معها. صحه ولا حلاوه؟ صح وحلاوه، وان بغيت باكر الحمد لله خيرات الله مكوده. وطال عمر وين هاي الصينيه الثانيه؟ طال عمر يوسف الخوري ابو عبد الله ما مقصر، طرش الفوايد، طرش الحلويات، طرش الدنيا والورود. اي يا ابو محمد ما شاء الله عليك، ما زينك وما طيبك. اما البارحه كانت يعني سهره فنانه من السهرات من الف ليله وليله، كانت سهره جميله، انبسطنا واستانسنا نحن وغيرنا. هبلا نحن وغير انا ميلس واصفج واصور وعبرت عن شعوري والعالم كله تحيل، البلد كلها تحيل. المكان جميل والسهره كانت حلوه واستانسنا وشفنا اللي ما شفناه من عشرات السنين. وهذا شيء هبتك يوم من سنه 90 ما صار امس صار عجبت النموذج هذه بها من زمان موضوع. اي والله سبحان الله. تلقيها في مصر. اي بس خلاص عاد طاح عين اللي في راسي. خلاص الغية طاحت. طاحت الغية، الا كان بحس في مكان يعني اول الليل هي لكن الساعة 3 و4 البداية بموت. فجينا نقاود حتى ما يشوف. ما روم يلا يلا. رقدت بثيابي اللي علي يمي جوتي ما رمت عقه. فيلا واحد طاح والثاني عازم متعلج بين الظهور. ايش اسوي؟ تعبان التابلي في الدنيا كله فيي. هي وعيل اللي ميلس بس اللي اصفج وادير عيوني وقابض يدي. قالت عباركم ضيوف جايين من السعوديه وبيت امس هاي وهم عازمينا في قهوه على قهوه، هذا فندقهم الماريت، وعازمينا على قهوه وانا تحريت امري بتعشى برد لهم قبل الساعه 8:30. وصلنا المطعم الساعه 8:45، قلنا ما سرعه وتحيدون البحر يلسنا المطعم ما هان علي اودره قبل الساعه 9:30. وقالوا نحن عيال مدام ما جيتنا نحن باشر بنيك، هم اليوم بيسافرون طيارتهم. قال بنيس عندك نص ساعه ساعه. قلت حياكم الله، هاي رفالتنا زاهبه والحلويات والدله والخير خيرنا والشر غيرنا. اي والله يا ابو محمد يا رك الله محروس يا الله يا ابوكم ما يحرد ساكن فوت تو تسبح وعقها تحت كنادير الابوليات عقها تحت شبريه. والله يا ابو تحروني جالس في عزبه. يا الله سدنا لك احد ما على لسانك ستر. هي والله رهيفه وما كل شيء تقوله. ليش؟ كل شيء صدق ولا كذب؟
غسل فنجاني أول مرة بحياته يتفنيل ويصير غسل فنجاني. ما زين عليك أبو محمد تظلمني وأنت بين روحين. عذرا بين روحين. يعني بين الأرض والسماء هنا معلق. خالد هذا طلعت خالد هذا اسمه طلعت عماركم مشعل من هلا الرياض وهذا ابو راشد وهذا طلعت عماركم حزي ماجد هذا اسمه ماجد من الرياض تعرفنا ليتكم تعرفون وين متعرفين عليهم اقول هاي طالة عمركم اللي يحبون الفنون الشعبية العريقة ما يحبون هذا مال الرقص الشرقي الحديث يحبون لو اللي حاصلون مكان في رقص شرقي بشمع دان بيصيروا له لكن الرقص الشرعي الرقص الشرقي حاليا بدون الشمع دان وهم هاي يحبون الشمع دان يحبون الصاجات يحبون الشيء القديم التراث فتعرفنا عليهم طالة عمركم هذا الرجال وهذا الرجال بعد روحي والله في في بيت اللي حضرون الجن عرفنا وياهم طالت عماركم في بيت هاي اللي حضرون الجان والعفاريت هناك تعرفنا وياهم وكلمونا وكلمناهم عطيت هذا رجال ما شاء الله رقم تليفوني وكلمنا وكانوا البحر عازلين في فندقهم وانا استوى التقصير مني وقلنا لهم ترياكم باكر ويانا اليوم مشعل ويا الاخ ماجد وياه ما شاء الله عليه ما شاء الله ماجد رجال طيب وفنان ويعيبه الطلب عند العرب ما في الحاضر بعد عين عليه باردة فنان خيف رهيف نعيم فنان خفيف على الكبد لو تشوفونه غليظ لكنه خفيف على الكبد طيب ما في العين ما شاء الله لكنه خفيف نفسه طيب وخفيف وفنان وأي ودي وراعي ملتقى وراعي علم وخبر أبو راشد خلا نقفق معيوني قوم الخلا زين محيولي انت هبوشك وانا بخيولي قوم الخلا زين محيولي انت هبوشك وانا بخيولي الهلال يا الله رب العويد تقصد منا قوم الخلا زين محيولي انت هبوشك وانا بخيولي قوم الخلا زين محيولي انت هبوشك وانا بخيولي الهلال يا الله رب العوين ابوش بعد رب العوين هي لازم يكون حلو ما شفت ذاك يحطوه حالك انت مو توكل السلطه هي مو اسم هذاك الفيفا سلطه توكل بابايا سلطة ما يحطوا لك عويد اخضر هي ما كليته هي هذاك العويد شوف انت يمنع القوي والله يا الحيور عندهم امور ما بعند حد شوف انت اللبس اليوم اوف اوف اوف, أوف. مو مش شيء زيتي اوه من عقابي وطلعت عماركم اليوم ليموني وكمري لا ليموني واسود ولا والجوتي حوحاوي والبنطلون ازرق حوحاوي هذا جوتي اليوم الشورت ازرق والقميص ازرق ويا بيج والجوتي ازرق والويه ما شاء الله قمري انا وانت ها قمريين ابدا نحن ها شفتوا الثلاث الكوكباني ثلاثه التمات نحن اثنين تامين اي والله الله يسلمك ثلاثه الكوكباني مطارب من هاليمن اثنين باجين وواحد توفى الايتام واحد منهم يدي عضبة عضب لو ساكن في غبي وعقب ما ادري مات وحيا المهم ساروا ردوا بلادهم جنهم طاحت عوانوا واشترحنا من لقاطها الغنم فوق الجبال ودي لمحبوب قلبي ذكريات فيروز المهم طارت عمرك بياستنا حين وين في اللوبي مال ريتس جالسين انا وشقيقي الاصغر براشد هو سبت الكاميرا هناك ولا بعدين؟ صد عادي ها وهذا ابو محمد على الامان تو جاي على فكره موعدنا وياه الساعه 4 ليلا معود ايوه انا جاي سيده صرت فوق قالوا لي ما حد زين حويت بان العدل توهم لقمه اي والله صار جاي متصوع عليها فارق طيب محمد كان تاخذ الفنيال وين بتوكل ويت بان نسير؟ بنسير طال عمرك طلع لنا مكان قهوه كذي بعدني ما خططت لا بنسير ذبحناك وديتنا من يومين هناك على طول؟ ايه بس تم خلاص نبي نوصل على عين نهار بنسير التجمع داون تاون ايه وبنشوف لنا مكان هناك بعد وهذا في اللي سرناه لاخر مره جاردن 8 ابن جاردن 8 والتجمع تجمع التجمع بنروح داون تاون اللي تبغاه ايه وبنفوت فيه شوي ايه بنتقهوى يمكن فيه وبنسير على جاردن 8 نعم وبنشوف لنا مكان هناك بعد نتغدى شيء اها وعقب
عقب نشوف لنا بعد مكان حولي في التجمع الخامس. توكل على الله. وبنضوي؟ وبنضوي بعد وبنريح شوي وبنزير. وين بعد بنزير؟ لازم اسوي لنا برنامج ليلي بعد. انت ايش عليه؟ لا لما ليلتين متحافلك ماضي. اه؟ لا هنيان. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد. سلام. انا موجود مع ابو راشد. انا غدا متى غدا تغديت وايد؟ صلوحه صلاح. السلام عليك صلاح. السلام عليك صلاح. ها؟ ايه يقول لك لا خبره يبا يخبرك انه بيعرس. مبروك مبروك. لا لا ما يعرف خبر انت. بيعرس يقول لك. مبروك مبروك بايول في عرسك. تعال ما بالله رمسة تعال. بايك نعم اني بايك. بايك صلاح من بين من نوصل ابو ظبي بايك البيت. بايك ان شاء الله اني بايك. باقد. ها صلاح. صلاح ماكلين فول فول. ايه يباني انا. ها صلوحه. انا باكر باكر بابو ظبي. بالليل صح؟ ايه في الليل. نهار ثاني اترياك باكر ما شيء تصوير برا باكر اترياك الصبح بنصور ضربه. انت اظهر وجهك مضيهر نص وجهك. ايه طالت عماركم من جمهوري في المغرب وهذه اللي مغربيه كمان. المهم اقول لك الحين انت كيف عرفتي من طريق هدى. هدى ايوه هدى طالت عماركم رابط اساسي بيني وبين البنات اللي في المغرب والناس والعوائل المغاربه وهاي ما شاء الله كانوا في الساحل الشمالي وياجين نزلنا نحب اللفت بالغلط ما وعيت الا ما شاء الله تقول هاي اللفت فتحت اللفت ودخلت كلهن حول 20 حرمه وما شاء الله كان انبسطت بس انا كثير اي والله وهالطويله تراها ما شاء الله عليها يلا مع السلامه شكرا اقول لك هذه وياك منو هذه البنات هذه من هذه هادو صحباتنا كلهم مغاربة ما شاء الله على فكرة الله يحفظ. كلهم كل الناس الموجودين هنا أطباء ما شاء الله دكاترة دكاترة أيوة كله أنتوا جايين جروب دكاترة كله جروب دكاترة أنتوا من المغرب جيتوا أخذتوا إجازة نص عمل نص إجازة مبسوطين مبسوطين وين رحتوا في الساحل الشمالي؟ رحنا على المراسي مراسي مراسي مكان كثير هم بعد اطبق في الجامع ما تطبق في الجامع نبو برقد الكرسي على ثباني انت يا كل شيء خدت لين هالكثر لو 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 كان بكل المكان ورا سيح وريح معك رامي وجهك طاف الشمس تو عاشيتني يا سلام وصلنا تجمع الخامس يعني قريب من الطامية هاي هالمكان يسمونه طالة عماركم الداون تاون عمره أكثر عن 15 سنة شيء طبيعي قمة وروعة وجميل فوق ما تتخيلون جيت أول تباح وجيت اليوم حينة جيت يوم هو يوم لا يوم اللي ما شيء تصوير واليوم جيت لأن غمضني إني ما صورته وتمنيت هاك اليوم إنه يكون يوم الهي فوايد عيبني السوق وايد عيبني ترتيبه والبضاعة اللي فيه والمول يعني مول مكشوف مفتوح على بعضه مو الجميل في منتهى الروعة ياخذ العقل والبضايع اللي فيه كلها بضايع راغي ودكاكين ومطاعم ومحلات كبيرة طويلة ما ينقصها ولا من آخرة مصر استوت وايد جميلة فوق ما تتخيلون يلا يا ابو راشد يلا غايته على ما تشوفون ممرات وبحيرات وين ما تسيح هذا داخل مدخل ما ينحتوي عينا منه
ها كلها مولات، كلها محلات، محلات مش محلات عادية، محلات فوق عن الزينة، وأغلبها كلها ماركات عالمية، أغلبها كلها ماركات عالمية في منتهى الروعة، كل شيء زين عندنا، زانة البلاد. أبو راشد، أبو محمد، هذا المدى نص ساعة تقريبا من وسط البلد لين المكان اللي نحن فيه هذا، نص ساعة. المكان راقي وفنان، ومن مبنى لين مبنى لها كلهن، هذا كلها يسمون داون تاون، وموجود عندهم بضايع جميلة وأشياء زينة، ومكان فنان، في مقاهي وفي مطاعم الواحد يقدر يجلس فيه حتى ساعتين ثلاث، يقدر يحوطه بكبره. جيت هنا من يومين، يوم قلت لكم انه كان يوم الله، وغمضني، قلت في خاطري يا ليتني ما كنت مسوي اني يوم الله هاك اليوم، فما هان علي اني انا، واليوم جيت والله انه مخصوص لاجل اني اصوره من كثر ما هو جايز لي، وانصح في العرب انها تي. اي نعم، ترى ما في نص البلاد، في نص المعمعه، لكن في التجمع، والتجمع هذا بلاد يعني، هذا يقول التجمع الخامس، هذا التجمع الخامس من القاهرة، ما يقارب 50 كيلو. هذه كلها عبارة عن كامباوندات وملاعب غولف وسكن وفلل وقصور، يعني بلاد متكاملة، مدينة يعني 60 كيلو في 60 كيلو، يعني يوم يقول لك يعني 60 كيلو في 60 كيلو، بعد كرنيش أبوظبي عن بنياس، هذا كل مشروع واحد طول بعرض 60 كيلو في 60 كيلو، كامباوندات، مدارس، ملاعب غولف، فلل، فيها جميع المشاريع الكبيرة من إعمار، مشاريع القيم، مشاريع رجال الأعمار روحهم، سويرس، ما أدري منو، وايدين، آلاف المشاريع، آلاف، شيء فلل تصل قيمته إلى 10 مليون دولار. شيء فلل لحد درجة غلاية، وشيء 15 مليون دولار، فيها جميع الجامعات، جامعات من الجامعة الأمريكية والجامعة الإيطالية والجامعات المحلية وجامعة والمسايد والنوادي وكل شيء والملاعب، بلاد مدينة متكاملة ما ينقص أولها من آخرها، شيء فلل وشيء بنايات وشيء قصور وشيء فلل ضخمات وشيء فلل وسط وشيء على ما تشوفون بنايات. هذا نحن جايين احنا في الدرب هذا، آلاف مؤلفة من المشاريع. صورت يبي بنصور هذا المنظر بتو كرويتنيا، شو المنطقة هاي، هي كلها عبارة عن زهرة اللوتس، شو زهرة اللوتس، كبر المشروع، شو الحين كل مربع من هالمربع، اشوف بالله عليك، وهو شوف هاي منكم لك بيوت ونوادي، بلاد بلاد بلاد، يعني بقول لكم 60 كيلو، هاي كلها ملاعب غولف، كل مشروع أكبر عن الثاني، وهذا كلهن ماخوذات، هاي كلهن ماخوذات وساكنينهن يعني بي وبحيرات وما أدري. هذا البلاد هاي اللي نحن فيها عمرها أكثر عن 20 سنة، أنا ما جديدته لأني أستبعد، لكن يوم استوت الخطوط واستوى الهاي واي وهذا، انا تميت استانس، يعيبني اي الحين، اول ما كنت مقتنع ان عندي في بالي مصر هي القاهره، هي اللي دور مدار النيل، طلع ابوي هذا الدهر كله انا غلطان، الاماكن هاي وايد زينه، حتى الناس اللي هني غير، ظهروا من الاحياء القديمه واللي ظهروا من البيوت وظهروا من الزحمه، يو سكنوا هالاماكن، وحد سكن وحد باع وحد أجر أملاك اللي في نص القاهرة، والناس الحين أغلب الناس خذت بيوت هني وفلل وعقارات من داخل من الخليج ومن المصار، ولكن أكثر عن 70-80% كلهم مصريين، والبيوت اللي عندهم مش بيوت عادية، بيوت فائقة الجمال، قصور يعني بحدايقهن، بيوت الخدم، بيوت العمال اللي عندهم، الجراجات، الطبيلات، باركنات، غرف الضيوف، شو بقولكم، شيء لا صار ولا استوى، لكن ما تروح تصور في المناطق اللي هناك يعني الخصوصية. يوم السيسي سوى العاصمة الإدارية الجديدة، فبتوصل لبيوت بعضها مع بعض، بعضها مع بعض، شو تحلو الأول نحن من مكان لين آخر، شيء فتش تواصلت الحين البيوت، تواصلت البيوت بين الجسرين، بالمشرف، محمد بن زايد، بنياس، وانت ساير
بالوثبة كلها استوت حي بلاد وحدة هنمونا عندهم. لكن هني عاد المسافة المساحات على أكبر مئات الكيلومترات نظرا للكثافة السكانية عندهم والبلاد الكبيرة. بقي البضائع اللي عندهم لا يقارن بأي مكان آخر. شفت اللي موجود عندنا في الإمارات نفسه نفس المستوى ونفس الشيء، كل شيء حاليا موجود في مصر. الأول اللي مصر يقولك والله نحن ما بناخذ من البضائع المصرية، حاليا البضائع المصرية تضاهي البضائع اللي في كبريات الدول، بل تكاد تكون أجود وأحسن وأرقى ونوعية الأقمشة والفينيشينج تطورت إلى حد وايد كبير. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة الله أنعم بها على هالمصر والله يطرح فيهم البركة. أول نسير دال هيلتون رمسيس، شيء مول يسمونه مول هيلتون رمسيس، ونعني عنده البضائع نشوفها ماشي خير عنها والله ما تسوى شف طعام بالنسبة للبضائع اللي حين هذاك المول السكر من سنة دقيانوس وحين العالم وبكلها تصول وتيول في هالأماكن الجميلة الفنانة. اللي خليك تنبهر اللي هي باترينات ومحل والمداخل الشورومز اللي عندهم. شوفوا هذا شوروم اللي نشوف الفخامة اللي فيه، شوف هالمدخل، شوف اللي فوق، شوف مثلا كافيه في النصيفة يذكرني اللي في اللي مثل اللي في تايلند في نص المولات، وهذا شيء جميل شيء راقي وفنان. الله يوفقهم إن شاء الله، البلاد زينة ومكانها فنان، وأنا ما تتخيلون لأي درجة فرحان لهالبلاد أنها بلاد مسلمين، بلاد ناس صبروا على كل شيء ورب العالمين عوضهم صبرهم. شوف هذا الهني كريستال لون العسل عندهم، في أشياء كثير ما توم تحصيها تحصاها. والله عليكم لا تقولوا لي شيء عادي، شيء فوق عن العادي، ترى هالقطع غاليه مئات الالاف، يعني مئات الالاف، ولها سوق ولها شراي ولها زبون ييها من اخر الدنيا، كلها اشياء لها زباين ولها ناس معينه تيهم من اخر الدنيا. الشغل المصري معروف، كل بلاد ولها طريقه هي بضايعها وطريقة عرض اللي عندها أشياءهم زينة. المهم البلاد عايبتني فوق ما هي عايبتني من الأساس، عيبتني زيادة يوم تميت أي أشوف المولات اللي عندهم وكثرة المعروض، العروض اللي عندهم موجودة من بضايع متنوعة، ما تلقط مكرر اللي عند هذا عند هذاك اللي عند هذاك عند هذا، لا شيء فيه انفرادية في النوع والشكل والكواليتي فيناسب جميع الشرائح. هالي أسويه حين هذا مني روحي أنا صفطان وحب في هالبلاد وحب في أهلها وحب في ناس وحب في دار المسلمين، هذا الشيء اللي أنا أصوره وأبذل مجهود، هذا أني أعاني من دار لنديره وأصور هالأشياء، هذا مجهود وايد كبير ومتعب أني أي من سكني آخر الدنيا لأنني يعني مدة نص ساعة بسيارة وي أتمشى، الأشياء هاي اللي أنا أصورها وايد تعيبني، لو ما تعيبني ما صورتها، راد لها مخصوص مرة ثانية بس فقط علشان أصور لكم اللي أنا شفته ولا صورته من يومين. هنا نحن طالت أعماركم من المكان هاي اللي نحن فيه هذا اللي هو داونتاون، هذا ما ينقصه بلاد من كبرة، يا غير نحن طالت أعماركم حينه تفرجنا هني وتمشينا. الحين وين بنسير عقب حينه؟ بنسير جاردن 8 بلف مطارح هناك. نعم. جاردن 8 كم يبعد؟ يمكن من هنا 14 دقيقة في نفس المنطقة في التجمع الخامس. ها كله في التجمع؟ هي في التجمع. مستويات المطاعم اللي موجودة كلها ممتازة، ما تقارن بالمطاعم اللي امس نحن سرنا له، المطعم اللي باحه في اللنج هذا والعوامة وهذه اشياء ثانية. توجد مطاعم زينة وفنانة وأكلها جيد وممتاز، والعالم كلها والناس اللي تيها كلها مزرات، والناس اللي تيها كلها ناس يعرفون للأكل وأكلهم ممتاز وجيد، لكن هذا شيء وهذا شيء، هذا سعر له سعر وهذاك له سعر،
ما بمعناته ان هذا سيء وهذاك جيد، لا، ولا هذا جيد وهذاك سيء، لا، كل شيء ولا شيء. هناك هذاك القرصون مالهم خريج ما ادري وين، واللحم الواقي وميوب ما ادري وين، وشغله طويله عريضه. هذا عندهم لحم بتلو، لحم ضاني، ولحم ما ادري منو، ولحم لا 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 لا، كل شيء موجود، فراخ وما فراخ وما ادري منو. ميت من العطش بين ستاربكس ناخذ ماي. راشد وين؟ هلا. ما تقول في مصر ماي، ما تقول في مصر ابدا 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 ابدا، ما بمصر اللي نحن نعرفه، المنطقه هذه ما بمصر اللي نعرفه في نص البلاد، نص البلد غير. هذه شيء، واللي نعرفه نحن شيء اخر. انا يعني اتكلم عني انا، اللي انا الاول احبه كله في الحسين ووسط البلد والمسكي وكانت البلح، يعني البلح هذا الحين انا اول مره اي البلحه الجديده هاي. شوف هاكلها في الليل خاري، كنا في الليل في الليل بنايات. محمد وين بنسير نحن الحين؟ بنسير طال عمرك جاردن ايد. ايه جاردن ايد كم يبعد من الـ الـ من داون تاون؟ داون تاون هو يبعد 14 دقيقة الحين بالسيارة، وتقريبا هو في التجمع الخامس. كل هذا في التجمع الخامس؟ نعم. تجمع الخامس كم مول فيه ظنك؟ والله كثير، كل كومباوند فيه مولات صغيرة، في شوارع فيها محلات رئيسية، مولات مفتوحة، فيها مطاعم. شوف انت، فهي كل اغلب كومباوندات التجمع في بيوت عادية وفي كومباوندات، فكل كومباوند فيها يتميز بمول، يتميز بمطاعم. واللي بيسمع ترى الكومباوند بيتحرر، كومباوند عادي، كومباوند يوم بيقولون كومباوند هذا اولي، هذا اولي. شوفوا بفلل من أولي لين آخر، هذا عشرات يعني كيلومترات، يعني 10 كيلو، 5 كيلو، 3 كيلو، أصغر كمباوند 2 كيلو في 2 كيلو، يعني كبر كبر بقعة. جاردن إيت عبارة عن مول صغيروني ومجموعة مطاعم كثيرة ومثل حديقة، وعشينا فيه من كم من يوم ويازلي، وقلت في خاطري اليوم نفسه جينا هذا المكان وجينا بعد الجاردن ايت، تعشينا هناك، وتغمضت اني انا ما صورت هاك اليوم، فجيتي اليوم فقط مخصوص علشان اراويكم اللي انا شفته ولا صورته هاك. اكيد ان ناس وايدين مصورينه وناس وايد، لكن انا روحي برنامجي بعد غير، ورمستي غير، واموري روحي انا غير عن العرب. يا غير انت، انا بكبري غير يا ابو. لا لا، ما حد سبقاك ولا حد صورك، اكد لك من الامارات ما حد صور المكان قبلك. صدق والله؟ نعم. هل نحن حسارين لك 100%؟ دليل اتحدى ان حد، يعني ما بتحدى، لكن انا متابع واسير واي، ما حد من الامارات هالمكان. يا مطاعم مميزه، يعني في مطعمين ثلاثه انا جربتهم تقييمهم 10 من 10 اللي جربتهم، وفي مطعم تركي وفي كذا مطاعم ما جربتهم بعدني. اليوم اليوم وين بنتعشى؟ اليوم بنروح عند 8 اوتو كذي اسمه، صعب اسمه. يوم احنا داخلين اللي على اليمين، هذا مطعم مميز، اكله جميل، كل الانواع اللي نزلهم جميله صراحه. توكل على الله. كل الدرب وانت ساير كل مباني بهالطريقه، وكل هاي واي وشوارع وفلل كبار وفلل صغار ومباني مثل قنبدورين وفلل. شو بقولكم بلاد هذه، شوف هذه، شوف الفلل هاي، شوفوهن، شوف الله عليكم. في فندق دوست ثاني بعد، شيء فندق دوست ثاني منتجع، راح منتجع دوست ثاني منتجع، هيك خبروني عنه، وعلى طول يكون فل. هذا قريب من المنطقه هاي اللي نحن فيها، وفي مطاعم حلوه بعد. وكل اغلب هالمشاريع كلها مشاريع اماراتيه ولله الحمد. ودوس ثاني يتميز بمطاعم، في مطاعم وايد مميزه عندهم بعد دوس ثاني. الحين انا حطيت اعماركم في التجمع في الجاردن 8. شوفوا هالفلل هاي صغار الحين، ما هات 5 غرف او 4 غرف، وانت ساير دور كل ما المكان هذا اللي هو جاردن 8. مدينة كبيرة، هذا تجمع يعني بلاد بلاد بلاد. هذا المكان جميل فوق ما تتخيلون. هذا المدخل ماله، من تدخل عاد من وراء تي منطقة كلها حدائق وكلها مطاعم مفتوحة، وشيء جميل إلى أبعد الحدود، منظر يعني ياخذ العقل. هذا اللي خلاني أرد أنا مخصوص اليوم فقط لجل أني أصور لكم. حافظ عليك أبو محمد، وافي والله أنك وافي، ولا أحد يسواك في الدنيا العودة. هذا مدخل المبنى اللي هو جاردن 8. شوف هني المقاهي،
مقاهي ومقاعم هذا المدخل مالهم، نحن بنظهر من الباب هذاك. هذا محل محلات مول، نحن بنظهر من الباب هذاك الحين. انا جاي ابغى الحق قبل ما تغطي الشمس، في خاطري اصور المنبر قبل ما تغطي الشمس. ما تقول انت في مصر، تقول شيء جديد هذا، لا استوى لا في اوروبا ولا غير اوروبا، ماركات عالمية وناس وحياة وفخامة، شيء جميل. تشوفون مطعم تركي، المطعم التركي المعروفة، ما أعرف شو اسمه، كان الناس كلها تعرفه، أنا عم ما أعرفه. هذا اللي تدخل منها المكان، تظهر مكان، هذه حديقة طويلة عريضة ما ينقص أولها. هذا اسم المطعم التركي، ناس وايدين يجون من المعروف. وهذا هو اللي بيسوي عليه كابتشر لخاطري هالمكان المميز. وهذا المطعم اللي احنا بناكل فيه اليوم، ايت ما ادري شو ايت هذا. لا تتوقع انك انت بتي هالمكان وبتندم. مصر حاليا كل شيء فيها جميل، زانت وتعدلت وكل شيء فيها تسوى نظيف. يعني شوفوا انتو الشير الناريل هذا على مد النظر، وانت نازل وانت ساير، هاي كلها حدائق، كلها مطاعم خيالية، مش مطاعم عادية، مطاعم خيالية من أرقى ما يكون، ومش رخيصة. إيه مش من المطاعم الرخيصة اللي تحت، اللي فوق هاي أشوف أتوقع أنهن يعني من العاديات زين، لكن اللي وايد غلاية اللي تحت اللي صرنا لهن بحنهن، هذاك واحد منهن. واللي عداله واحد، ومناك بعد واحد، دور ما دار هالكمباوند. المهم شيء جميل وزين، وسامحني فكرة ترى درجة الحرارة في المنطقة هاي اللي هي التجمع الخامس، فرق بينها وبين داخل القاهرة أظني 5 أو 6 درجات. الحين نحن هو بارد وفنان، وفي الليل يستوي برد. قيض ولا شتاء؟ شتاهم أبرد وقيضهم بعد أبرد عن القاهرة. مكان جميل وزين وفنان، يستاهل من يعنيل المكان، يستاهل من عليل. الحاضر منكم يعلم الغايب. هذا المطعم اللي نحن بنتعشى فيه، شيء اوتدور شيء اندور. ايت اوتو، ايت اوتو. فوزي طلبنا ايه النهارده؟ احنا النهارده طلبنا 3 سوب. طلبنا فريتو ميستو بيف ستراتشيتي بوكرينو سلطه. عربي واستا يلا. احنا طلبنا سلطه، واحد بيف ستراتشيتي اللي هو جرجير مع شرايح اللحم والتشيز، وطلبنا الفريتو ميستو زي ميكس سي فود فرايد، جمبري وكاليماري واوكتوبوس. واخدنا المين ديش بقى الفرنتينا ستيك بتاع التيبون مع الريب اي مع الروزيتو المشروم. ان شاء الله توكل على الله، ان شاء الله نكون. احنا في مطعم شو اسمه؟ احنا مطعم اوتو مول جاردن ايت القاهره، تنورنا ان شاء الله. مطعم ايطالي، مطعم اوتو يعني مش ايطالي. هذا ايطالي. ايوه شكرا، باي باي. إيه فهذا الحين المطعم نحن اللي جينا، ويصيحونه وكل يشكر عليه ويقولون فنان والعالم فيها. اسم الاوردر فريتو ميستو، هي عبارة عن شريم اوكتوبوس كاليماري مع زوكيني وكارم فرايد كول. شكرا. وهذا في استراتشيتي في عيش فوكاتشا سن مع جرجير مع شرايح لحم ستيل فرايد مع بارميجان تشيز شيري توميتو. اي بوكورينو ولا سلطه جرجير تفاح عنب والنات كارملايز بوكورينو تشيز سمس. قلت لي اسمك ايه؟ فوزي. شكرا يا حق فوزي. فيرونتينا ستيك. ها؟ فيرونتينا ستيك. فيرونتينا ستيك. تيبور. هذا تورنتينا ستيك. وهذا الريب آي. هذا الريب آي. يا سلام. مميز جدا. وهذاك؟ سايدز اللي بينزل مع فيرنتينا روستي بوتيتو وجريلد فيجيتابل. هذا ينزل مع هذا. وهذا مشروم وزيتو. هذا مشروم. الله الله، سحر سحر سحر، انت امر. الله تجنن. استنى بقى. ها ابو راشد عيد مين بقى؟ منشا لاوتو ايجيبت. ها منشا عملها تاج لاوتو ايجيبت بقى. اكيد كلنا اكيد 100%. اوتو ايجيبت. باي باي. ليمون تعشينا وعينا من الله خير. المكان ما شاء الله على ما تشوفون ممزور لين عينه. أكلهم وايد زين، السلطة وكل شيء. اللحوم المين كورس وصلنا شوية بارد، فزخيت الإدارة توني ربنا سناهم.
قلنا لهم كل شيء عندكم زين، لكن اللحم وصل بارد. وبعده شل بارس اليوم. ايه شلينا ويانا يعني، قلنا بنعطيه اللي بيصير من نصيبه. فقلنا له يعني الأكل وصل بارد يعني اللحم. كلنا شبعتنا. فكان الحمد لله رب العالمين، فقط عيب إنه وصلوا اللحم بارد. وفهمناهم هذا مبزيل من هالقبيل. وما أدري بس. كان أكلهم زين ممتاز، نوعية اللحم جيدة. وفنان. وهذا أنا يا خالد بن أحمد. وأكيد بكرة بيكون يوم اللا، بكرة ترى ما في سنابات لأن بكرة يوم القفار من شاف. شوف العالم كيف هنا، هذا خاري مكان وايد فنان، مكان فنان بمعنى الكلمة، كلاس وراقي ونظيف وفيري كلاس، هاي كلاس بيبل. جاردن مو أبوي جاردن إيت جاردن مو قلت لي جاردن إيت جاردن إيت جاردن إيت. أشكر فنك أبوش. منطقة حية حي، كلها اسواق وكلها مولات، يعني انت وايد زين. انت ودر معك ابو اسمع الحين وين يبي، وين يا بن انت بنك طال عمرك؟ هذا المول يسمونه شو اسمه، اسمه بوينت 90. بوينت 90 هذا مول، مول صغير ومفتوح. مول ها مفتوح، وعلى ما تشوفون نحن في وين الحين، اي مكان؟ احنا في التجمع الخامس. لين الحين في التجمع الخامس؟ أنا أبو تشرخ فينا السيارة من الصبح لين الحين. هذا كله يبعد عن فندقنا ما يقارب نص ساعة من وين نحن ساكنين، فندق سانت ريجس. هذا بوينت 90. شوف راشد اسمه بوينت 90. إيه بوينت شو ها 90 بارك الله. إيه. حروز ها تعلمت هو مكتوب أبو محمد من هنا عدالة بكفة، ها لابس الكفة عدالة تدخل ها. هذا المنظر يك اقول لكم شيء اختلاف جذري، شيء اختلاف. شوف الرخام تتمنظر به، شيء غريب عجيب هالبلاد سوى. ما يسوون هالاشياء، يسوونها قمض برج. ليش؟ لان ابوي ما بيحتاجون لا عماله ولا بيحتاجون معدات ولا بيحتاجون كرينات، كل شيء موجود عندهم. الاوادم عندهم ما شاء الله قوة، العفاريت تبارك الرحمن. القولي فيهم روح الآدمي يشلك 600 طابوقة بيد واحدة. هي خوص بخوص رقعة السمة خصف، فلذلك ما شاء الله عليهم قو فيهم. وما شاء الله نشيطين ويحبون العمل ومخلصين في حب بلدهم. والله إن شاء الله يرزقهم، لذلك بتلقط مشاريعهم كن فيكون. استغفر الله، غمض برج يعني بسرعة كل شيء يستوي. مصركم الأولية، مصركم الأولية ما بهي، مصركم الأولية ما بهي اللي تعرفونها. لا 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 مبدله، مبدله. هاي بلاد كاملة، هاي التجمع الخامس عبارة كأنها مصر جديدة، مصر جديدة ثاني استوت. الحفيزات الزينة والماركات الفنان العالمية والبراندات اللي الناس تيها من آخر الدنيا وكل شيء عندهم. يلا براشد يلا وقف سيده، بس سرعه واحده ما في زياده. هو في سنسور، انت كل ما بتفتح افتح ريلك بعد بعد كذا كانه بيجري. ارفع راس قامت للكرش. لا لا وقف سيده، ارفع ايديك فوق. اه الله الله الحلو لابس البوشية مرولة، سلم علي الحلو لابس البوشية مرولة. هذا البوكي اللي تشوفونه هالفنان اللي شال لنا براشد جايني، طالت اعماركم من مدام ميسون من هالليبيا. شكرا مدام ميسون، ما قصرتي، كنت اتمنى انه يكون فرصة انطلاقة وياكم، لكن سبحان الله ما لنا نصيب. لكن وصل بوكيه اللي من عندك، بوكيه فنان ورقم واحد. باكر ان شاء الله باكر بيكون معنا احنا تزهيب امورنا واغراضنا والعوده الى البلاد، وباكر بيكون يوم اللا وملتقانا يوم الاثنين باذن الله تعالى، وتصبحوا على خير. وين ملتقانا يوم الاثنين؟ ابو ظبي باذن الله تعالى يوم الاثنين في ابو ظبي. يعني باكر يوم اللا، باكر بيكون شو
باكر شو يومه بيكون؟ يوم لا ما شيء شو؟ تصوير ولا شيء؟ سوالف ولا شيء؟ رمسة هيلين يوم الاثنين لأن الله أعطانا عمر وكنا على خير.